السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول كيف خطط في حالة ان حضرتك او حضرتك قررت ان تنتقل الى العاصمة او تغترب حتى تعمل في مكان افضل. الحقيقة ان المنافسة في سوق العمل اصبحت في الوقت الحالي ضارية وكبيرة جدا، وده فرض العديد من التحديات على العديد من الاشخاص انهم يقوموا بتطوير انفسهم، وكمان القيام بنوع من انواع التغرب عن بلدانهم والعواصم المختلفة حتى يقوموا بعملية الحصول على فرص عمل افضل. لكن للأسف بلاحظ ان كتير جدا في حالة انهم قرروا انهم يقوموا بعملية الاغتراب او انهم يروحوا لاحدى الشركات في احدى المناطق الاخرى بخلاف مناطق سكنهم، بيرتكبوا مجموعة كبيرة من الاخطاء التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. اول نقطة واهم نقطة هو ان تقوم بعملية التخطيط اولا لهذا الامر. كتير جدا للأسف لا يقوم بعملية التخطيط لكيفية القيام به عملية الاغتراب لخارج المنطقة السكنية التي يسكن بها، ولذلك في هذه الامر هو بياخد الموضوع هو مجرد ان هروح اسافر. طيب حضرتك شفت عرض العمل ده عامل ازاي؟ طيب هل المصاريف بتاعته تكفي؟ طب هل اصلا هذا المجال في تطور وظيفي بعد كده، ولا انت رايح فقط من اجل ان تسافر وتغير جو فقط؟ الحالة دي نقطة محورية جدا نظرا لانه بيبني عليها العديد من الامور، وده نظرا لان الشخص لما بيجي يسافر وهو ما عندوش الخطة اللي بتكفل له القيام بنوع من انواع التطور الوظيفي فيه، هو بيروح فقط من اجل ان هو يسافر او بغير جو او بجرب نفسي. كل هذه الامور لها انعكاسات كبيره جدا في عمليات الاقتصاد اللي هيقوم به، مرتبه او التطور الوظيفي ان هو بيروح يغترب وهو بيعمل عمل هو اوريدي لا يوجد له مستقبل وظيفي، ولذلك هتلاحظ هنا انه ده هيؤدي الى العديد من المشاكل. طيب اول شيء حضرتك المفروض تخطط له في هذا الامر هو التطور الوظيفي. هل انا لما هروح هذه الشركه هل لها مستقبل؟ هل هروح مثلا انا كمحاسب اسكن في منطقه سكنيه بعيده، وكتير جدا بشوف ده ان هو في منطقه ريفيه مثلا واغلب الفرص في العاصمه، وانا حابب فعلا مجال المحاسبه هقوم بعمليه الاغتراب في مدينه القاهره او في اي عاصمه مثلا عربيه الى اخره، ولا انا هقوم بعمليه التطور الوظيفي فقط نظرا لاني حابب ان انا اروح هناك مثلا سكرتير او كده؟ لا، سكرتير لا يوجد ليها تطور وظيفي، ولكن حاجه زي المحاسبه، حاجه زي مثلا هتروح محلل اقتصادي، محلل ائتمان الى اخره، هنا فرص نمو كبيره جدا، ولذلك يجب عليك ان تحسم هذا الامر قبل ان تقوم بعمليه السفر. انت جالك عرض كويس، خلاص انت حبيت ان تدخل هذا المجال، خد العده اللي هتجيلك في هذا الامر. تاني موضوع يجب ان يتم اخذه في الاعتبار هي فكره وجود نوع من انواع السكن. السكن او الايجار بيغلب عليه جزء كبير جدا من المصاريف اللي بتستقطع من الراتب الخاص بحضرتك او حضرتك، ولذلك يجب التخطيط بشده لهذا الامر. الحقيقه ان اغلبيه العواصم هتلاحظ ان يوجد لها اماكن قريبه منها منخفضه الدخل ومنخفضه الايجار، فلو هي مثلا ولنقل 6 اكتوبر هتلاحظ ان 6 اكتوبر في مناطق جنبها فيها العديد من المناطق ممكن توصل لها وفي نفس الوقت ارخص ثمنا بكثير في حته الايجار. كذلك ايضا فكره وجود نوع من انواع نقاط في المعيشه، لما حضرتك بتروح هناك بيكون عندك قدره على ان انت ممكن تشوف مثلا نزل للشباب تكون هناك شير للايجار او مشاركه في الايجار او مشاركه في السكن تسكن انت واربعه كمان. ارجوكم اقتصدوا في معاملية الايجار نظرا انها بتستقطع مبالغ كبيرة جدا. يا فرحتها اروح هناك على وظيفة محاسب ب 3000 جنيه ويستقطع مني 2000 جنيه ايجار، فانا عملت ايه؟ هعمل ايه في الحاجات اللي قادمة؟ فهيبقى الموضوع تعذيب اكتر منه نوع من انواع التطور الوظيفي. ولذلك من المهم جدا ان تبحث جيدا جدا في حتة الايجار وكيفية القيام بنوع من انواع السكن بارخص قدر ممكن مع القرب من مكان العمل. ما ينفعش ان انت مثلا تروح لمنطقة فقيرة جدا انت تاخد في المواصلات ال 1000 جنيه اللي انت هتصرفهم في الايجار وانت هتصحى بدري جدا فتصحى تعبان ومتضايق. اذا هي لعبه يجب ان يقوم بها الشخص وان يستمر عليها وان يقوم بعمليه الحساب جيدا جدا قبل القيام بعمليه اصلا. تاني نقطه من المهمه جدا ان يتم مراعاتها هي فكره مصاريف الطعام والشراب. الحقيقه كتير جدا بنشوف خاصه الشباب بيقوم بعمليه الاغتراب وبيذهب الى العاصمه ولكن بيعتمد على الاكل الجاهز والدليفري وخلافه، والاكل ده الحقيقه واحد من اكتر الاشياء اللي بتستقطع من المرتب، ولذلك من المهم جدا ان تراعي وان تلاحظ أن يكون هذا الدخل قائم على فكرة عدم رف في عملية الغذاء، وأن تراعي أن حضرتك لو تستطيع أن تطبخ تحاول أنت وأنت مسافر تجيب وجبات جاهزة من عائلتك، أهلك، أختك، مراتك أو والدتك، تقوم بعملية صنع أكلات مثلا لمدة 28 يوم اللي تقعدهم وتجمدهم وتروح وتسخن إلى آخره من أفكار، أو أنت حتى تتعلم الطبخ والموضوع سهل، مش هتطلب يعني تعمل أنواع باهظة السمن أو أنواع معقدة، ولكن فقط الأنواع البسيطة ستكفي جوعك بحيث ان
انت توفر ميزانيه كبيره، وده فعليا بيستقطع العديد من الامور من ميزانيتك. ايضا من المهم جدا انك تلاحظ انك يجب ان تقوم بعمليه الاقتصاد والادخار من راتبك. كتير جدا بيعمل في هذه الشركات وبيقترب وبيصرف كل امواله على الطعام زي ما احنا قلنا، او السكن او المواصلات او حتى الترفيه بشكل عام، ولا يقتصد اي شيء. يقول لك يا سيدي انا بصرف قد كده، هستقطع ايه؟ حتى وان كنت بتستقطع مبلغ صغير جدا، ونقل 100 جنيه او 200 جنيه، مع الوقت ده بيعمل فارق كبير جدا، وكمان ممكن انت تستغله في عمليه التعلم. كتير جدا بنشوف ناس بتستقطع مرتبات ولا تقوم بعمليه الادخار، وعمليه الادخار دي بتلعب دور كبير جدا نظرا لانك هتستخدمها في النقطه القادمه. النقطه المهمه التي يجب ان تهتم بيها جيدا جدا في حاله اغترابك انك الا تتوقف ابدا عن عمليه التعلم. كتير جدا بنشوف ناس بتروح المحافظات، بتروح العواصم، فجاه لا تقوم بنوع من انواع التطور الوظيفي، لا تقوم بنوع من انواع انها تحصل على شهادات مهنيه، تحصل على شهادات عليا. استغل فتره ان حضرتك مغترب، قم بعمليه الادخار باكبر قدر ممكن. حتى في المواصلات اركب مواصلات اقل، مش لازم كل يوم تركب اوبر او مواصلات خاصه، اركب المواصلات العامه، ولكن اقتصد قدر الامكان. وهذا الاقتصاد قم بنوع من انواع القيام به، استثماره في التعليم نظرا لان الاستثمار في التعليم بيلعب دور كبير جدا في عمليه التطور الوظيفي لحضرتك. طبعا بعد ما حضرتك بتكون هناك في العاصمه، اسوأ شيء ان حضرتك ترتكن الى عمل واحد. حضرتك خلاص خلصت ان انت تشتغل هناك وبتقتصد وبتطور من نفسك، ارجوك بعد سنه او سنتين ابحث عن فرص افضل. اكيد حضرتك في العاصمه كنت الاول في محاسب في شركه صغيره، ابحث عن فرص اكبر علشان يكون المرتب بتاعها اعلى، فتدخر اكتر، تدخر اكثر، وتقوم بعمليه استثمار اكثر في التعليم، فترتقي اكثر فاكثر في عمليه التطور الوظيفي، وايضا تقوم بعمليه تحسين اللغه الانجليزيه وتتمرن، بحيث ان ده هيعمل فارق كبير في حياتك الوظيفيه. في النهايه ايضا لا يجب ان حضرتك او حضرتك لا تنسى نفسك من المتعه، ولا تنسى نفسك من عمليه الترفيه. ارجوك لا تنسى ان حضرتك تمتع نفسك من فين وفين، تسافر لو تروح مثلا نوع من انواع تلعب مع زمايلك، او نوع من انواع الخروجه او الاكل حتى بره، ولكن لايام معدوده في الشهر. لا تحرم نفسك لانك لا تعيش حتى تعمل، ولكن انت بتعمل حتى تعيش، فلا تنسى هذه المعادله. ولكن ارجوك ولا تسرف في عمليه المتعه والانترتينمنت، ولا تنسى نصيبك ايضا من الدنيا، ولكن موازنه يجب ان يتم اخذها في الاعتبار وفقا للنقاط التي سبق شرحها في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او على الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.